حبايبي جروب 1، تعالوا كده نشوف النهارده مكملين في دروس الالجبرا. عندي حاجه جديده اسمها مالتبلاي. يا مستر احنا خدنا المالتبلاي. ايوه حبيبي، بس ما اشتغلتش على التر ولا اشتغلت على الاكسبريشن. النوع ده عندي منه سؤالين، النوع ده عندي منه ثلاثه. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا دلوقتي في الجبرا كتير ممكن اقول لك انا عايز 2a مالتبلاي 3a، كنتش متدرب عليه. مش كده وبس، النوع الثاني اقدر ادي لك ايه واعمل لك برانثيز، يبقى دي الفكرتين اللي انا متدرب عليه. طب النوع الثالث ان انا ادي لك اثنين برانثيز، او ادي لك واحد الباور 2، او ادي لك براكت صغير وبراكت كبير. يبقى انا هنا عندي 2 فورمز، هنا انا عندي 3 فورمز. طب يا مستر انا مش فاهم، تعالى كده نشوف مع بعض. هنشتغل من اكسرسايز 5 و6 و7 و8 عشان الناس اللي بتسال على الهوم ورك. يبقى عنوان الدرس وبروح اشوف هطبق عليه ازاي. سواء قال لي مالتبلاي او ديفايد. اكيد دي غير دي. ايوه بص معايا. هنا دي طيب. ما طيب يعني مالتبلاي يعني ممكن يقول لي برودكت. اه. طب لما اجي اشتغل لازم دول يبقوا لايك تر، انت شرطت عليا اول ما بدات كلمه تر لازم يبقوا لايك. يعني ايه لايك؟ يعني ده اكس يبقى ده اكس. في البلس والماينس لازم يبقوا سيم باور، في التايمز والديفايد لا، يبقى بس الفاريبل، يبقى الليتر بس. طب انا اهو يا مستر ده اكس وده اكس ومسالتي مالتبلاي تعمل ايه؟ قال لي اخد منهم واحده واعمل ادنج للباور. يبقى اول حاجه لايك تيرم، هاجي عند كلمه تيرم واقول الفاريبل. بنسى كلمه فاريبل يبقى اقول الليتر، لازم يبقوا زي بعض. طب هتعمل ايه؟ هعمل ادنج للباور. طب انا يا مستر لازم اقول 3 بلس 2؟ لا، حل على طول. طب تعالى ناخد واحدة كمان. انفصلت ليه؟ تعالوا كده نشوف مع بعض ازاي هنشتغل بشكل تاني. هنا 5 وهنا 2. هل في التايمز لازم ده 5 يبقى ده 5؟ قال لي لا. طب امال هتعمل ايه؟ اخد النمبر مع النمبر. طب ما تحاول تفكرني بالكلمة، اوعى تنسى ان الراجل ده كنا بنقول عليه كاو اوفيشال. كل مرة فكر نفسك لان ده كلام مهم. يبقى انا لما اجي اشتغل تايب يبقى النمبر مع النمبر. وبعدين الفاريبل مع الفاريبل، الليتر مع الليتر. 5 تايم 2 اعملها كده؟ لا، ده انا بس بقول لك انا بشتغل ازاي. لكن انت لما تيجي تحل، حل على طول. وبعدين اكس تايم اكس، هل برضه اخدها كده؟ لا، اولا انا اسف دي مش 2. يعني انا ممكن اعمل كده؟ ايوه. طب ما نحل على طول يا مستر. 5 تايم 2 تبقى كام؟ 10. اكس تايم اكس، اخد منهم واحده واقول لنفسي هعمل ادنج للباور. انت معاك 1 وانت معاك 1 يبقى 2. بس كده اقول له اه. طب معلش ناخد واحدة كمان، احنا مش شايفين. ها نسأل سؤال. مسألتي حلو، اخد النمبر مع نعم. شكرا. طب انا ما بعرفش، مفيش مشكلة اشتغل بالكالكوليتر، بس انا مش هعرف اكتب دول. طب هتعمل ايه؟ اسأل نفسي هل دول لايك تر زي ما هو قايل؟ حلو، طالما انتوا مش لايك تيرم، انت ايه وانت سي؟ هل هعمل ادنج للباور؟ لا. امال اعمل ايه؟ ما اعملش. اخد بس نيجاتيف 3 مع ال 7 واجيب الانسر في الكالكوليتر. طب والاي والسي؟ ولا ليا دعوه، اعمل لهم دروب. بس كده. كمان مره. الراجل ده بيقول لك لايك تيرم اعمل ادنج للباور. طب دول مش لايك؟ ده دروب. وده واشتغل بس على النمبر. حد عنده سؤال؟ طب نقول واحده كمان؟ يلا. ناخد النمبر. حلو، يعني ناخد مين؟ 2 و 3.
اعمل لهم دول في الكالكوليتر. حلو ها. لكن هنيجي لمين؟ الاكس. ادور على يا ما انت كريم يا رب. دول ينفع اقول لايك تيرم اعمل ادنج الباور؟ ايوه. طب يا مستر واي ملهاش زي اعمل لها دروب. خلصت. يبقى هذا اهو تو تايم نيجاتيف تبقى نيجاتيف 6. يا مستر انا ما اعرفش مش هزعل. اكس ب1 كالكوليتر هنا اكس وين اكس ونعمل ايه للباور؟ بلس. طب وهو انت عندك؟ ايوه كده ما احنا قلناها في الديجري ده مع 1 يبقى هنا. طب والواي؟ وانا ليا دعوه بيك. شكرا. وتجي لك كومبليت وتجي لك تشوز. ها؟ هناخد النمبر 5 5 يبقى ال 5 مع ال 2 ما بعرفش مش هزعل شغال الكالكوليتر. نيجي بقى لمين؟ اللايك تيرم ها؟ اكس واكس نعمل بره يبقى اكس باور 4 ها؟ ولا يا واي انا لقيت لك زي ناخد واي واحده ونعمل ادنج للباور 5 باور 6 معلش النظر ضعيف ها؟ اللي هي الاكس هنا 4 اكس باور 5 طب استنى عليا هنا اكس معاها كام؟ 3 وهنا 1 نعمل لهم بلس حلو نيجي للواي هنا وهنا يبقى 6 بس. طب يا مستر هو مساله المالتبلاي تيجي كده زي ما انت قلت؟ قال لي لا. بص هنا الراجل بيقول لك ايه؟ فايند برودكت. برودكت يعني ايه؟ حلو خالص. بص بقى المساله لا انا مش عايز النوع ده انا عايز اللي بعده. ايوه ده ايه ده بقى يا مستر؟ بص بقى هو انا لما الاقي حاجه بره وده برمثيز ده معناه ايه؟ معناه ان انا بعمل ديستريبيوت باخد اللي بره وادخل اعمل تايمز. تاني لما الاقي برمثيز معناها الراجل ده دخل على ده عمل. طب ده ميسنج سيبه. يعني ما ينفعش اعمل تايمز. طب امال اعمل ايه؟ ده تايم ده اداني ده. يبقى انا اعمل العكس تاني. جيت اعمل تايمز لقيته ايه؟ ميسنج مش موجود. اعمل ايه؟ اجي من بره واعكس كمان مره. مش فاهم. ادي 2 تايم ايه ايكوال 6. لا يا حبيبي ده انا واخدها زمان. اه 2 تايم كام؟ معرفش. اقول له يبقى اخد ال 6 واعمل ديفايد. يبقى لما تلاقي المسنج تيرم مش عارفه والانسر بتاعته موجوده تعمل ايه؟ ايه؟ اخد اللي بره واعمل ديفايد على اللي جوه. بمنتهى البساطه زي ما في التايمز النمبر مع النمبر برضه في الديفايد. هنا كام؟ طب وهنا؟ لا مش حاجه اسمها زيرو. انسى كلمه زيرو 1 يبقى 6 ديفايد كام؟ لو انا مش عارف وخايف في الكالكوليتر يبقى النمبر مع النمبر مفيش. اقول لا ده في 1 باقي لي مين؟ الليتر مع الليتر ولازم يبقوا لايك تيرم. كل مره اقول كلمه لايك تيرم. تعالى بقى نمشي كده ونقول في جريد 6 لو انا معايا اكس الباور 5 وهعمل لها ديفايد اكس الباور 2 سواء الفورم ده أو الشكل ده. أقول له اتعلمت زمان. مسألتي ديفايد. أسأل نفسي لايك تيرم؟ أه. آخد منهم إكس. في التايمز بعمل آدنج للباور. طب في الديفايد؟ ماينس للباور. بس كده؟ أقول له أه. نعيد تاني. إكس فوق إكس تحت يبقى ديفايد. لايك تيرم ولا مش لايك تيرم؟ شكرا. اعمل ايه؟ ناخد اكس والعب ايه مع الباور؟ شكرا. 5 ماينس 2 طب عايز تكتبها 5 ماينس 2 وبعد كده تعملها انت حر. تعالى بقى نشوف اللي جايه دي.
لو قلت لك 5 ديفايد 5 ايه؟ 1. يبقى لو حاجة على نفسها لو حاجة على نفسها تعالى نلعب بقى اكس ديفايد اكس. بص بص حاجة على نفسها اكس اكس اعمل لها ديفايد على الاتسين اكس على نفسها زي 5 على نفسها. تاني اي حاجة على نفسها اكس ديفايد اكس حاجة على نفسها. نلعب تاني اكس الباور 3 ديفايد اكس الباور 3 اكرر واقول حاجة على نفسها. واي الباور 2 هعملها ديفايد واي الباور 2 حاجة على نفسها. ايوه كده. طب يا مستر اشمعنى ليه ما قلتش اعمل ماينس للباور؟ افكرك برضو بحاجة خدناها. لو انا بقول اكس ديفايد اكس بص كده هتقول لي باخد واحدة واعمل ماينس للباور ده 1 وده 1 يبقى 1 ماينس بزيرو. وانا اتعلمت اي حاجة باور زيرو عايز يا عم تمشي كده مش زعلان عاوز تاخد وتدي مع نفسك وتقول حاجة على نفسها 1 الطريقة اللي تناسبك. مش فاهم قول تاني مش دي واي ودي واي هنعمل ايه؟ ناخد واحدة مسألة ديفايد اعمل بلس للباور ولا ماينس؟ شكرا 2 ماينس 2 زيرو اي حاجة باور زيرو عايز يا عم تحل كده انت حر تشتغل على طول حاجة ونفسها خلاص بوال. نرجع بقى هنا اكس ديفايد اكس ها 1 ما اكتبوش عشان في 6 ارجع بقى اكمل هاخد الاكس دي وادخل هنا يبقى لو كان الميسنج جوه اخد من بره واعمل ديفايد. شكرا تعال بقى هنا دي هتدخل على دي اقول له دي معاها 1 عشان 1 تايم 2 1 تايم 2 اكس تايم اكس 1 انا بقول تايمز اقول له اكس يبقى بعمل ادنج الباور. شكرا نقول تاني حاضر اللي جوه ميسنج يبقى اخد من بره اعمل ديفايد لو انا جاي من جوه يبقى هعمل لما اجي اعمل تايمز افتكر اعمل ادنج للباور لو بعمل ديفايد اعمل ماينس للباور هما دول يا حبيبي التول اللي احنا هنشتغل بيهم مفيش غير هما قانونين. نقول تاني هنقول تاني يا مستر ده اسمه ميسنج يبقى ده وهو داخل هنا المفروض يدخل ايه؟ حلو خالص ما لقيتش اللي بره واعمل ديفايد الله الله خد ودي تلاقي نفسك الدنيا ماشيه ولما اجي اعمل ديفايد بقطعها يعني ايه يا مستر اقطعها؟ النمبر مع النمبر والليتر ايه مع اللي زيه والليتر بي مع اللي زيه واقول لنفسي وانا بعمل ديفايد ايه؟ كمان مرة ده هيدخل هنا يعمل تايمز يا مستر ده مش موجود اروح جاي من بره اعمل ديفايد طب لما اجي اعمل ديفايد بقطع المسألة النمبر مع النمبر اللي زيه الاي مع الاي اللي زيها البي مع البي اللي زيها واقول لنفسي قبل ما امسك القلم هعمل ماينس للباور. طب تعالى يا مستر نقول يبقى نيجاتيف 6 ونيجاتيف 2 بعمل ديفايد نيجاتيف 6 ديفايد نيجاتيف 2 معرفش اشتغل بالكالكوليتر. يلا بقى نلعب هنا ايه باور 2 هنا ايه؟ تبقى الام 1 ليه؟ بعمل ماينس للباور يبقى كل مره بقول هنا بي باور 3 هعمل لها ديفايد بي شكرا خلصت الميسنج لسه في ميسنج بره اقول له هاخد مين؟ اللي بره ده ويروح داخل هنا يعمل طيب شكرا برضو
النمبر مع النمبر، الاي مع الاي، البي مع البي، امشي واحده واحده. ايه اللي يخليني اعمل دهي على دماغ؟ نيجاتيف 2 تايم 2، نيجاتيف 2 تايم 2، معرفش. كالكوليتور حبيبي، حتى هو حاطط لك نيجاتيف. يلا بقى ايه هعمل لها تايم ايه باور 2؟ يبقى وانا بعمل تايمز اقول هعمل اد للباور، اروح للبي تايم بي، اعمل اخد بي واعمل اد للباور، يبقى بي هنا 1 هنا 1 تبقى بي باور 2. ادي حبيبي طريقه الحل. نقول تاني ده هيدخل هنا، يدخل يعمل ايه؟ حلو، ما لقيتش اروح جاي من بره واعمل ديفايد. اعمل ديفايد ازاي؟ واحده واحده. النمبر ديفايد النمبر، الاكس ديفايد الاكس اللي زيها، لو ما فيش خلاص مش هعمل ديفايد. نقول 6 ديفايد 3، معرفش، هشتغل بالكالكوليتر. 6 ديفايد 3 الكالكوليتر يديني 2، اكس بار 2 ديفايد اكس، اقول له المستر قال لي اخد اكس واعمل ماينس للباور، لازم اقول له. نقول تاني ده مش موجود، اخد اللي بره اعمل ديفايد، اقسمها النمبر عن نمبر بالكالكوليتر 15 ديفايد 3، اروح للاكس، اكس مع اللي زيها اكس باور 3 ديفايد اكس، اخد اكس ماينس للباور. طب يا مستر هنا واي وهنا مفيش، نقول تاني ده مش موجود، يبقى اخد ده واعمل ديفايد برضو النمبر مع النمبر، يبقى نيجاتيف 6 على نيجاتيف 2 بالكالكوليتر، الاي مع الاي اللي زيها اعمل ماينس للباور 2 ماينس 1، والبي مع اللي زيها اعمل ماينس للباور 3، خدت منها 1. طب لو انا عايز اجيب ده اخد اللي بره واعمل تايمز واقعد كرر. طيب يا مستر ازاي جبنا دي؟ قلنا خدنا اللي بره عملنا له تايمز. طب معلش حل معايا دي، هاخد ده واروح داخل هنا اعمل تايمز واعمل. طب وانك تقول، طب ولما اجي اعمل تايمز امشي واحده واحده، النمبر مع النمبر، الاي مع الاي، والبي مع البي، لو ما لهاش انزلها. استنى يا اسامه، يبقى نيجاتيف 2 تايم 2 4. لو انا مش عارف اشتغل بالكالكوليتر بعد كده هنا ايه وداخل على ايه باور 2؟ ليه؟ اقول له باخد واحده واعمل ادنج للباور، بعد كده البي، هنا بي وهنا بي، اعمل ادنج للباور 1 و 1 على مالك. بس للمره الالف الماث لازم اخد وقت سامع بس؟ لا، انا ما بقاش اكتب واتكلم في الحصه برضو، لا. يا مستر احنا كنا متعودين في حاجه هنا تدخل، طب ما لقيتش اللي هنا ولقيت اللي بره، لما اجي من بره اعمل ايه؟ اعمل ها؟ شكرا، يبقى انا هاخد ده اعمل له ديفايد لده. اشمعنى؟ تعالى افهمك ليه؟ لو انا بقول اهو سبيس تايم وهنا 2 ايكوال 6، هتجيب دي ازاي؟ ها؟ الله، هعمل 6 ديفايد 2 اهو، ده مش موجود اهو، ده موجود، يبقى اخد ده اعمل ديفايد. الفكره فين؟ طيب تاني، لو انا هدخل على ده اعمل ديفايد؟ لا، ده بعمل تايم، يبقى جاي من جوه لبره، سوري من بره لجوه اعمل تايمز، هجيب من الانسر ديفايد. لما اجي اعمل ديفايد اقسم المساله،
يعني ايه تقسمها؟ يعني طب ما هو بدأنا نقول يبقى 6 ديفايد 3 اهو. ده اكس وده اكس. اقول له هعمل ايه؟ ماينس الباور. يبقى دي اكس و2 هاخد منها واحد يتبقى واحد. كتبته ما كتبتوش ما فيهاش مشكله. في مشكله؟ تعالى بقى نقول ازاي بقى نجيب ده؟ اعمل ايه؟ والله ما انا عرفت ده. تعالى بقى انت ادخل على ده وكرر تاني كل حاجه لوحديها. النمبر مع النمبر والليتر مع اللي زيه 2. هل في حاجه هنا؟ كانه 1. يلا يا اكس في حاجه زيك؟ لا خالص. هنا واي في حاجه زيك؟ لا خالص. ولما انا اتكلم صدقني مش هتسرح مره في مره. ومش كده وبس يا مستر، انت من اول ما علمتني دول 8 مسائل ما حلهمش كلهم، واحده كل يوم. وانا مصر على اللي بقوله عشان الطالب لو غلط وبعد هصحح له فما يغلطش تاني يوم. الراجل الجميل ده بيقول لي put in simplest form. فكره جديده. جديده ليه؟ يا عم صدقني ما جديده. بص حبيبي، بص يا بابا، ده ايه؟ ايه؟ او ماينس افصل. دي مساله وبعدين ابقى المهم تاني. ازاي يعني يا مستر؟ اقول له ما انت لسه معلمني ده بره وده براكت. من بره لجوه اعمل ايه؟ يبقى اخد دي تايم واخد دي كمان وزي ما عملت هنا واحط ما بينهم بس. وبعدين هبقى اعمل لايك تيرم درس الحصه اللي فاتت اللي هو الاد. مش فاهم كلامك، حاضر اهو. معايا حاجه ومعايا برانثيز. ده ترم ودول تو ترمز. اخد من بره لجوه تايمز. النمبر مع النمبر والليتر مع اللي زيه 3 تايم 1 اخذ كلام 3. حاضر. ايه تايمز ايه؟ ايه واعمل ادنج للباور. يلا ندخل بده على ده. هنا ماينس اهي النمبر مع النمبر 3 تايمز 1 3. ايه مفيش زيها؟ بي مفيش زيها. شكرا. تخيل بقى اللي انت عملته هنا، يعني اخد ده مع ده تايم وارجع اخده تاني مع ده تايم. واقول قبل ما امسك القلم عشان الراجل ده يبقى فايق، نكمل. ادي بلس 4 تايمز 2 6. طيب معلش للمره الالف بعد اذنك ما تستخدمليش دماغك. النمبر بلاش فزلكه، اشتغل بالكالكوليتر. 4 تايم 2. يلا ايه وادي ايه؟ ايه باور 2. في ساين هنزلها بلس او ماينس. نرجع تاني نمبر مع النمبر 4 تايمز 1 4. ايه مفيش؟ بي مفيش. كده انا عملت اول حاجه، عملت اكسباند. يعني ايه اكسباند يا حبيبي؟ فكيت. نبتدي بقى بعد ما فكينا ندور على اللايك تيرم. ادي الكلام يا مستر. انا هكتب الكلام ده؟ لا. يعني ايه بقى لايك تيرم؟ العب. انت اسمك ايه باور 2؟ في زيها ايه باور 2؟ اخدهم كده. يعني بعد كده انت اسمك ايه بي؟ في زيك؟ اهو انا حددت ده. يا عم ده هيلعب مع ده؟ طب استنى، مش عايز اسهم عشان ما تزعلش، والنبي ما زعلش. ده زي ده، ده زي ده. في مشكلة؟ لا. أنا بقول لنفسي أنا حر، المهم ما أغلطش وما أسيبش حاجة. أنا دلوقتي يا مستر لايك تيرم، يعني هعمل آد أو هعمل سبتراكت. طب مش فاهم. آخد النمبر مع النمبر، فدخل في الكالكوليتر 3 شكرا، الكالكوليتر تحلها. لكن الليتر الفاريبل الرمز ما بلعبش معاه يا حبيبي.
بس بنفس الطريقة الراجل ده مع ده أدخل في الكالكوليتر 3 نيجاتيف 3 مع في اهو نيجاتيف 3 بلس 4 ده اللي بالآلة الآلة هتديني 1 معكش ساين يبقى أنا بوزيتيف الآلة تديني 1 معكش ساين أهو طب اكتبه انت حر ما تكتبوش انت حر لكن الليترز نرجع بقى نسأل هل ده وده أعمل لهم بلس؟ أزعل منك لا عشان مش خلصنا اللايك تيرم مفيش تاني خلاص بس معانا جمال على التليفون الراجل بيقول لي ايه؟ سمبليفاي يعني يا بابا معاني كتيره سمبليفاي ممكن يبقى حاجات بلس ممكن تبقى حاجات ماينس ممكن تايمز ممكن ديفايد طب انا اعرف منين اسمع يا بابا ده برانثيز وعندي حاجه بره يبقى الاول هدخل يبقى الاول يا حبيبي قبل دي انا لازم اعمل ايه حاضر حبيبي اكسبنت فوق بالعربي لازم الاول يا مستر اتخلص من البراكت طب اتخلص منه ازاي يدخل طيب معانا جمانة على التليفون حاضر يا برنس اوعدك اللي بعده ماشي خد بالك يلا يا حاجه الله يعني انا خدت النمبر مع النمبر اه والاي تايمز ايه اعمل ادنج للباور يبقى ايه باور 2 يبقى ده دخل على ده النمبر ضرب النمبر والايه عملنا اد بنفس الطريقه الراجل ده يدخل على مين؟ حلو يا ولد انت معاك ايه؟ تنزل بس ما بلعبش معاكي واكرر النمبر يلعب 2 يلا يا جمال شكرا يا ايه في ايه زيك اعمل لها دروب يا مستر اللي احنا عملناه هنا بنفس الطريقة وبنفس الكلام يلا اتفضل يا برنس معانا أسامة على التليفون دي ايه؟ حاضر هندخل على ده 3 ايه؟ لا نمبر مع نمبر شوف بص اهو احلاوت دلوقتي كحكة فين اليتيم عجبك ما انا كنت لسه بقول نزل 3 اتفضل حضرتك يبقى 3 تايم 1 نزل 3 حلو وهنقول ايه تايم ايه ايكوال 2 ايه تايم ايه؟ طيب شفت اهو اهو سابك تحل او صاحبك بس ما سابكش طيب تعال مستر ندخل على ده ها 3 تايم اقول له استنى هنا بلس انزلها الاول حاضر يعني 3 بس حبيبي هي بابا 3 تايم 2 ايوه يعني مش ديفايد يا حاج ايوه كم النوم وهننزل ايه شكرا ادي كده نهدى بقى يبقى اول حاجه فكينا عملنا كسبان اتخلصنا من الاقواس اديني كلمتك عرضي اتبطيته نرجع بعد كده هنعمل ايه كلمه سمبليفاي اقول له يعني انا هدور على مش فاهم حاضر ماليش دعوه بده دي دعوه بالليتر ايه باور 2 تنفع مع دي؟ لا تنفع مع دي؟ اه ايوه اروح واخد 6 بلس 3 يبقى اخد ده مع ده ادي 9 لكن ايه باور 2 ايه باور 2 جنى شكرا يا حبيبي في اللايك تيرم مش بلعب مع الباور مش بلعب مع الاندسيز اللي هو اللي فوق بلعب مع النمبر اللي هو الكوفيشن لكن الليتر يترزع في مكانه نكمل انت يا مدام اسمك ايه في ايه زيها حاضر عارف بس انت لو بتعدلي نفسك بس والله والله يا ابني ده انا يا جدعان خليكم شاهدين انا كنت مع اللي زيها يا واد كمل اهو اهو ها النمبر مع النمبر هشتغل بالكالكوليتر
يبقى نيجاتيف 2 بلس 6 4. دي الكالكوليتر تديني 4 يا مستر، مش هتدي 4 كده، ملهاش ساين. تاني الكالكوليتر هتدي لك 4 ما معهاش حاجه، تبقى بوزيتيف. وتنزل الايه؟ وتنزل الايه؟ نلعب بقى اخر لعبه. يلا يا استاذ احمد، 9 a بار 2 بلس 4 a ايكوال. بس حبيبي شكرا يا مستر، دول مش لايك تيرم. ما هو لو لايك تيرم كنا رزعناهم كلهم. احنا قلنا عندنا مجموعه افكار في المالتبلاي، اخر فكره هناخدها، لا ده لسه في واحده ثانيه، ان الهدايب رانفيز في هنا 2 ترم، واحد ثاني في 3 ترمز، مش هناخده النهارده؟ ايوه هناخد ده اخر حاجه. السؤال ده مش لازم يجي كومبليت، ممكن يجيني بس اثنين برانفيز بالشكل ده. ازاي اشتغله؟ معلش حبيبي اكمل حصه. تاني مش هشرح النهارده الكومبليت، خليني ازاي اعمل اكسباند لتو برانفيز. الكلام اللي بقوله النهارده ده اللي هيكمل معاك في كل السنين اللي جايه. يا مستر عشان اعمل حاجه زي كده في طريقتين. في ناس بتقول اسمي ده الفيرست وده كمان اسمه الفيرست. ما هما تو تيرمز، يبقى ده فيرست وده اسمه سكند. استاذنك اسمع اكتر ما تتكلم. تاني انا معايا اتنين برانفيز فيها تو تيرمز، يبقى انت الفيرست وانت السكند، انت الفيرست وانت السكند. ازاي احل؟ بقول طريقه الحل، هاخد الفيرست تايم الفيرست والسكند تايم السكند. الفيرست تايم الفيرست يبقى ادي تيرم، والسكند تايم السكند ادي تيرم، وبعدين باخد الاثنين دول اسمهم مينز، والاثنين اللي من بره اسمهم اكستريم. طب يا مستر ده كده كتير، احل لك بطريقه الدرس اللي قبله. ايه هو؟ بص بقى معايا، بس لازم ابقى عارف الكلام. يا مستر انا راجل غلبان ومش عايز طريقه جديده. هاخد الراجل ده اللي هو مين؟ اخده واروح داخل هنا وداخل هنا. طب ما ده اللي انت كنت لسه بتشرحه. تاني في طريقه تقول الفيرست تايم الفيرست والسكند تايم السكند ودول المينز ودول الاكستر مع بعض. طب ناس مش عايزه طريقه جديده، عايز طريقه واحده اكمل بيها. طب نقول بقى من تاني هتكمل ازاي؟ ها؟ هناخد مين؟ اروح داخل بيه هنا، ولما اقول داخل يبقى انت بتعمل ايه؟ طيب. شكرا. ما سيبوش وروح داخل بيه هنا كمان. بس اه وبنفس الطريقه اروح رايح يمين السكن، ادخل بيه وادخل بيه. شكرا. انا هحل اغلبيه الدروس بطريقه واحده. يلا نلعب. ده اكس وده اكس زي بعض؟ اه. اخد واحده وحل الباور. شكرا. دي رايحه لدي في بلس اهي، بس لازم اكتب ساين. دي اكس ودي 2، اقول له النمبر مع النمبر 1 تايم 2. الاكس مالهاش اكس. ادينا بنعيد تاني. اقول تاني؟ حاضر. بنفس الطريقه 3 دي بلس اهي، ال 3 رايحه للاكس، اقول له برضه واحده واحده. النمبر مع النمبر 3 تايم 1، واقول الاكس مالهاش اكس. ترو 3 رايحه لل 2 يبقى ادي بلس 3 تايم 2 6. انا كده عملت ايه؟ اكسباند، فكيت. بعد ما نفك كوليكشن اللايك تيرم، تعال ندور على اللايك تيرم. انت مين؟ اكس بار. هل في زيها؟ لا. خلاص يا مستر نروح للي بعديها. ها؟ اكس. وفي اكس ماليش دعوه بالنمبر، يبقى انتوا لايك تيرم. اعمل ايه؟ ادخل في الكالكوليتر 2 بلس 3 هتديني ما معهاش نيجاتيف، تبقى شكرا. يبقى ايه 5؟ وما بعملش اد للباور، انا خلاص خلصت الاد في المالتبلاي. بعد كده لما بعمل لايك تيرم كل ترم بالباور بتاعه. اخر حاجه ده كونستنت، ده نمبر،
معاك يا عم نمبر زيك؟ لا. يعني ده من غير اكس ما يلعبش مع دو، ده ما معهوش اكس باور 2 ما يلعبش مع دي، ما لقاش زيه. ده عنده تو تيرمز وده عنده تو تيرمز، عايز افك في طريقتين يا مستر. انا استسهلت طريقه ان انا اخد الراجل ده واعمل له ديستريبيوت يدخل تايم وتايم، وبعد ما اخلص منه اروح للراجل ده ادخل بيه هنا اعمل تايمز وتايمز، وكلهم جنب بعض مفيش تحت بعض. يلا مين عايز يلعب؟ جانا رفعت ايديها من بدري. يلا يا بابا. شكرا. 2 تايم 3 6 نروح اكس تايم اكس. اكسلنت. اخد واحده وباور 2 اروح واخدها وادخل على اللي بعدها. اهم حاجه اكتب الساين اهي، جبتها منين؟ ده بوزيتيف بوزيتيف اهو. ونكرر النمبر مع النمبر. 8. بص بقى اللي جايه دي، دي اكس، في اكس؟ لا. دي واي، في واي؟ لا. بس حبيبي، وكل ما تقول عمرك ما تنسي. اعمل ايه بقى؟ هروح لمين؟ هروح ادخلها هنا وهنا. عايز حد غيري؟ جوانا غير جوانا يكمل. مازن. هناخد الواي تايمز في اكس. دي ايه؟ ماينس. يبقى هتنزل ماينس. دي أول حاجة. أدخل بده على ده. ناخد النمبر مع النمبر. الله عليك. 1 تايم 3. 3. شكرا. دي واي. معاكي واي؟ لا. دي اكس؟ لسه صبعي هنا رايح هنا. تبقى النمبر مع النمبر يبقى 4، والواي مع الواي تبقى واي. شكرا. هل انت شايف ان ده صعب؟ يا حبيبي هيبقى صعب لو انت ما اتكلمتش فانت هتنسي. هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ اللايك تير برضه لعبه. انت اسمك ايه يا حاجه؟ في زيك؟ شكرا. هيب. نسمع نسمع. ده ايه؟ في زيها؟ اه. ادور. استنى بس بالراحه. اقول انت علمتني المره اللي فاتت. دي اكس اهي، دي واي اهي، بس عامل كومبيتيتيف ويعني لايك تير. واي هي واي، اكس هي اكس. بس عامل كومبيتيتيف، ايه المشكلة؟ يبقى أنا هدخل في الكالكوليتور هدخل إيه؟ ماينس. شكرا. الآلة هتديني كام؟ فايف. أنت بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ بوزيتيف. أحط بلس وأدي فايف. إكس واي. شكرا. كل ما تتكلم مش هتغلط. آخر حاجة باقي لي ده، في زيك يا برنس؟ لا، هنعمل ماينس وفوق. ينفع بعد كده نعمل حاجة تاني؟ الشفاء إن شاء الله. إن شاء الله. أشوفكم على خير.